رجعنا تاني بعد الفاصل. واحمد كنت عايز اسالك، انت رحت فعلا لدكتور نفسي؟ يعني هو عموما احنا لازم بنروح لدكاترة نفسيين، بس في مسلسل 30 يوم 30 يوم مع اسر ياسين. مع اسر ياسين انت اوريدي بتقدم دور دكتور نفسي. دكتور نفسي هو، واسر كمان المفروض انه دكتور نفسي. طيب انا عايز اعرف، يعني رحت استفدت ايه؟ ايه اللي عرفته عن الاطباء شايف انه هو يفيدك في دورك؟ مش مسألة كده، هو مسألة انه تناقش معاه في ايه اللي ممكن يفيدك في الدور اللي هتقدمه في 30 يوم. لا، هي بتبقى اكتر بتبقى في المصطلحات اللي ساعات بيستخدموها او بيوصفوا بيها حالة معينة، او بيتكلموا عن ادوية مهمة. وده طبعا بيتم مراجعته، يعني ده الاستاذ حسام علي المخرج، مخرج العمل طبعا مع السيناريست، كانوا مراجعين لكل الادويه وتاثيراتها اللي بيذكر، يعني اللي بناتي على ذكرها في العمل. بيتقال اسم الدواء وبيتقال تاثيراته ايه، وايه التاثيرات المعروفه عنه او يعني. طب انت هنا بتلعب ايه الدور بقى؟ ايه الدور الدرامي بتاعك؟ هو شخصية أنا في المسلسل، أنا يعني طبعا هو مسلسل بطولة الفنان آسر ياسين والفنان باسل الخياط ومجموعة من النجوم جميلة جدا، وهو الشخصية بتاعتي أنا المفروض أن أنا أضيف شرف في المسلسل، هو شرف لي أنا طبعا في الأساس، هو ضيف على المسلسل في اخر بس دور مهم. الجزء الاخير ده مهم، محوري في الجزء الاخير، وبنشوف تاريخ العلاقه اللي بيني وبين الفنان آسر ياسين من خلال الاحداث وانعكاسها على الحاضر اللي احنا بنعيشه مع بعض انا وهو، وسبب الخلاف. يعني هو انا برضو مش عايز عشان ما بنحبش نحرق. انا بشوف انه امتع الناس تتفرج على شخصيات حتى لو فيها حاجه جديده ما الناس ما تعرفهاش قوي. بس هو فكره ان هم المسلسل بيتكلم في عالم الطب النفسي اكتر، وبس بشكل فيه سسبنس وفي تشويق كده، هيخلي المشاهد ان شاء الله على ما اعتقد باذن الله يعني هيبقى كل يوم متشوق للحلقه اللي بعدها. معقوله؟ طب جميل جدا. بس تعتبر عوده قويه ليك مع آسر بعد 9 سنين غياب. هو الحمد لله احنا وشنا دايما الحمد لله بيبقى يعني كذا مره نبقى نفسنا في مشروع ان احنا حاجه نخشها مع بعض ويحصل. تستريح في العمل معاه؟ جدا جدا. اي اعتقد انه ناس كتير من زمايلنا بيستريحوا في الشغل مع الفنان آسر ياسين. ليه بقى؟ ايه اللي بيميز آسر؟ آسر من النوع اللي بيحب دايما زينا بيحب يتكلم عن شغله، يعني طالما احنا موجودين في موقع العمل بنهزر وبنضحك وبنعمل كل حاجه، لكن بيبقى في شيء اساسي عندنا ان احنا ندردش عن طبيعة شخصيات وبيتكلم مع بعض ازاي، بناخد رأي بعض في بعض الملاحظات في الأداء. فالتايم يعني انه انك تشتغلي بروح فريق مع الأستاذ حسام علي دوت، مخرجين الجمال جدا، الشباب الجميل، بنبقى كلنا كده بندردش طول الوقت عن الحالة لحد ما بتحصل قدام الكاميرا، فما بنبقاش حاسين انه شغله بيخلص، يعني عارفه مش مشهد بنعمله وبنخلصه. في متعه انك بتطلعي حاجه للجمهور بتحترميها وبتقدريها ونفسك انها تطلع في احسن صوره.